نشكر كابتن سيد عبد الحفيظ ونجوم ملعب النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على وادي دجله بهدف مقابل لا شيء. معنا اللاعب سيد سالم لاعب نادي وادي دجله. كابتن سيد هارد لك النهارده، اديته لقاء جيد ولكن النادي الاهلي قدر في نهايه اللقاء يحقق الانتصار عن طريق صلاح محسن. اكيد طبعا احنا بنلعب نادي الاهلي نادي كبير طبعا ولعبه متحفزه في الماتشات زي دي. طبعا ببارك النادي الاهلي طبعا على فوزه في افريقيا واتمنى له التوفيق في الماتشات اللي جايه. طبعا هي عارفين النادي الاهلي جاي مجهد من النهارده من مسافرية افريقيا وبنلعب بطريقه لعب مختلفه، يمكن اول طريقه لعب حد في الدوري المصري يلعب بطريقه اللعب دي. معانا مدرب محترم طبعا تاكي، مدرب محترم جدا، وعلى يعني صابرين لغايه طريقه اللعب وهننفذ طريقه اللعب وان شاء الله الدجله هيبقى في مكان احسن من دي. انتوا عارفين ان مع الدقائق الاخيره من عمر اللقاء النادي الاهلي هيزيد من الضغط الهجومي بتاعه، دفع بصلاح محسن كمهاجم تاني مع وليد ازارو كان هيشكل اكبر خطر على فريق وادي دجله، ومن خلال هذا الضغط قدر النادي الاهلي يحقق هدف الانتصار. اكيد طبعا النادي الاهلي طبعا عنده لعيبه على مستوى عالي جدا، وطبعا الحمد لله احنا ضيعنا كتير النهارده الشوط الاولاني وضيعنا كتير كوره بتاعه دودو كذا في كوره كذا كوره، وصلنا النادي الاهلي هددنا مرمى النادي الاهلي في الشوط الاولاني والشوط الثاني وضيعنا، وده وارد في الكوره اللي بيضيع بيستقبل اهداف. قول لي النهارده قبل بدايه اللقاء زي ما اتكلمنا في البدايه ان استغلته عامل الارهاق اللي عند لاعبي النادي الاهلي، النادي الاهلي بياخد ثلاث لقاءات في اقل من 8 ايام. ابرز التعليمات اللي قالها لكم المدير الفني قبل اللقاء لاستغلال عمليه الارهاق اللي بيعاني منها لاعبي النادي الاهلي. اكيد طبعا، بس احنا بنلعب بطريقه لعبه معينه من تحضير من تحت، بنبني الهجمه عندنا خطه بنلعب عليها باستغلال الاطراف. طبعا حددنا مرمى النادي الاهلي كذا مره في الشوط الاولاني والشوط الثاني، كان في كذا كوره ممكن نهدف منهم لو كنا جبنا جون في الشوط الاولاني او الشوط الثاني كان طريق اداء المباراه اتغير تماما. يعني كابتن سيد بنشكرك ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. شكرا. ده كان لقائنا مع اللاعب سيد سالم لاعب نادي وادي دجله عقب فوز النادي الاهلي على فريق وادي دجله بهدف مقابل لا شيء. اليك الكلمه كابتن سيد عبد الحفيظ ونجوم ملعب النادي الاهلي.